تعالى نبتدي بكلامنا عن توقعاتك ورؤيتك للي هتسفر عليه الامور في ماتش الاهلي وميديا مع الغاني اللي هيتلعب في القاهره ان شاء الله يوم 25 نوفمبر. طبعا نتمنى بدايه قويه للنادي الاهلي، خصوصا مباراه هتتلعب في القاهره. مديامة من الفرق، مش من الفرق القويه او حتى يعتبر من الفرق المجهوله شويه في افريقيا. هو كونه مجهول ده بالضروره بيكون معناه ان هو مش قوي؟ مش شرط، ممكن يكون فريق مفاجئ، وده احنا شفنا في فرق النسخ الاخيره، شفنا فرق مفاجئه كتيره جدا في على مستوى الفرق الافريقيه، سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. مديامة لو تابعنا نتائجه حتى للموسم الحالي في الدوري مش محقق نتائج قويه، هو يعني في مركز ثامن ب 16 نقطه. فريق في اخر جولتين في قبل مباراه الاهلي خسران من اشانتي كاتوكو وخسران من بيركوم تشيلسي 1-0، فهو من الفرق مش من الفرق القويه حتى في غانا، لكن ممكن تكون من الفرق اللي ممكن تكون يعني صعبه من قدامك لو انت استسهلت المباراه. المجموعه نفسها مجموعه على فكره مش سهله، سواء يعني وجود يانج افريكانز او وجود شبيبه الجزائر، لا فريق الجزائري شباب بلوزداد. شباب بلوزداد الجزائري، صحيح شباب بلوزداد من الفرق اللي حققت في النسخه الاخيره في دوري ابطال افريقيا، وصلت دور ربع النهائي وكانت في مجموعه قويه، كان مع الزمالك ومع الترجي. يانج افريكانز حتى الوصيف في الكونفدراليه السيزون اللي فات، ولسه كسبان سيمبا يعني الجوله اللي قبل اللي فاتت في تنزانيا 5-1. فيانج افريكانز مش من الفرق السهله في السنه دي، فالمجموعه عموما مجموعه مش سهله للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله نلعب على الصداره ده اكيد، ونحقق بدايه مهمه ان شاء الله وقويه على ميدياما. فانت اللي هتكون صاحب يعني الجد العليا في المجموعه دي، ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق الاهم، واهم الصداره ان شاء الله. طب بالنسبه للصداره بقى، او بمناسبه الصداره، خلينا برضو نروح لجوائز الكاف والافضل 2023. المفروض في يعني اربع جوائز تقريبا الاهلي مرشح ليهم، وافضل لاعب منهم المفروض يا الشناوي، يا علي معلول، يا بيرس تاو، يا كهربا، كمان مارسيل كولر مرشح لافضل مدرب. فكلها دي امور اعتقد برضو بتسعدنا بشكل كبير جدا. من وجهه نظرك من الاحق مثلا؟ هي سؤال صعب وفي قناة النادي الأهلي بس خلينا نروح، مين من الأربع أسماء للاعبين دول شايف أنه الأحق بالجائزة؟ وما تقوليش بقى رد دبلوماسي بقى. لا لا أكيد، لو هنبتدي من النادي عموما، فبنتكلم أن النادي الأهلي طبعا، خصوصا أنت بطل دوري أبطال أفريقيا. صحيح إحنا كنا بنتمنى بطولة الدوري الأفريقي تحققها، لكن ما حصلش نصيب. لكن لو بنتكلم على الموسم اللي فات، فالنادي الأهلي طبعا هو الأحق. مدير فني مارسيل كولر مش على بطولة افريقيا، حقق بطولات كلها السيزون اللي فات، هيكون طبعا الاحق. من ناحية اللعيبة، فوجود يعني معنى صح اكتر من لعيب كان مهم وكان من النجوم السيزون اللي فات. شايف انا بالنسبة لي علي معلول، لانه علي معلول يعتبر مستواه ثابت مع النادي الاهلي من اول ما جه من الصفاقسي لحد وقتنا هذا. فنتمناها ان شاء الله تكون جوائز اهلاويه. وده يعني ده زي ما بيقولوا كده يعني بلغه الارقام او بالاحداث اللي حصلت السيزون اللي فات، فالنادي الاهلي كان يعتبر واخد الاخضر باليابس السيزون اللي فات. رد دبلوماسي. لا بس كده قال علي معلول. حصل. لا علي معلول طبعا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ومارسيل كولر باذن الله. علي معلول يعني بيشكل ظاهره الحقيقه بالنسبه حتى لجماهير النادي الاهلي، درجه المحبه استثنائيه، لان احنا بنتكلم على واحد وكانه اتولد وعاش حياته كلها مهنيا في النادي الاهلي، اشترى الاهلي فالجمهور اشترى، ويمكن صح. لا يقل مصري عننا كلنا.